لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله سبحان الله إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون سبحان الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحان الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سبحان الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى كافة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن مات على الإيمان غمد اللهم جميع بالرحمة والرضوان أسكننا وإياهم على غرفات الجنان برحمة منك يا كريم ويا رحمن ويا الله اللهم إلى حضرة الشيخ عبد الرشيد نودي لو منا ما قرأنا مع ثواب سورة الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك